برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحب الفضل. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بنستكمل المسيرة مع أعلام دولة التلاوة، واليوم مع صاحب محطة هامة في هذه الدولة، وهو الشيخ محمود عبد الحكم رحمة الله عليه. رحمه الله. أولا، ماذا تقول عنه وعن مدرسته في التلاوة فضيلة الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. محمود عبد الحكم نموذج جديد ليس كمن تحدثنا عنه. محمود عبد الحكم من مواليد 1915، وهي ذات السنة التي ولد فيها أبي. نعم، رحمة الله عليه. وانتقل سنة 82 عن 67 سنة، وذلك في مركز أبو طشت أو قرية من قرى أبو طشت بإنا. فهو صعيدي يعني المحتد، صوته فيه شجن، لكن قراءته لا علاقة لها بالموسيقى، لا من قريب ولا من بعيد. يعني ما كانش فيه تنغيم أو مقامات؟ هو كان ماسك على البياتي. ولو إن هو يعني ينزل على الحجاز، يطلع على الصبا وبس، يعني في محدود. لكن هذه قراءة بنسميها القراءة التعليمية. واخد بال سيادتك؟ القراءة التعليمية الصحيحة الهادئة. متقن قوي في أحكام التلاوة، متقن قوي في مخارج الحروف، متقن قوي في الالتزام بالقراءة، ملوش دعوة خالص بلا مقامات ولا قرار ولا جواب ولا كذا إلى آخره. مصحف معلم، يعني معلم بيعلم القرآن للخلق، فناس حبته. هو شبيه بس طبعا سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري. لا، يعني كان بينغم أكتر، بيتحرك أوسع في المقامات، يعني بحركته أوسع ومساحته أوسع. لكن الشيخ محمود عبد الحكم أقدر أقول عليه أن قراءته هادئة تعليمية صحيحة ملتزمة. أربع صفاتهم في هذه القراءة. هذه القراءة تصلح جدا أن تقرأ في الصلاة، يعني تحس إن هو بيتعبد بالقراءة. هو مش عايز حد يقول له الله. أيوة. كمان مرة يا سيدنا الشيخ، أيوة كده، اللهم صل عليه، لما يدخل على الحجاز اللي فاكرينها الحجاز وكده، ها اللهم صل عليه. لا، هو مش عايز كده، هو عايز الناس تتفاعل مع ذات نفس القرآن مش مع صوت المقرئ. فالله يرحمه كان أستاذا وصاحب مدرسة، هذا شأنها، ودي مدرسة قوية جدا عمقها ونشرها الشيخ الحصري، واخد بال سيادتك ازاي. لكن الشيخ محمود عبد الحكم يعني ايه، مذاق اخر، مذاق اخر. فهو لما الناس استمعت له هناك في إنا وأبو طشت وكذا إلى آخره للتلاوة الشجية دي، ولذلك يسموه إيه في الكتب، الصوت الشجي. فالصوت الشجي دي لما سمعوه، أم نصحوا أبوه إنه هو يروح يستزيد شوية في طنطا، فسافر إلى طنطا. من إنا لطنطا؟ لطنطا. طب ليه ما انزلش في القاهرة الأول؟ هو راح القاهرة بعدين. يعني راح طنطا الأول وقعد له سنتين ثلاثة، وبعدين نزل إلى القاهرة ودخل الأزهر، وبرضه قعد سنتين ثلاثة، ثم اشتغل بالتفرغ للقراءة والقرآن. فدي
المميزات دي بتجعلنا يعني بنتعامل مع شخص فريد في دولة التلاوة، لأنه هو من مؤسسي دولة التلاوة. فدولة التلاوة ما هيش فقط السيطة ودراسة المقامات على أبدع ما يكون في المدرسة المصرية، لا، المدرسة المصرية فيها أيضا هذا النوع من القراءة التعليمية الهادئة الواضحة الملتزمة. عظيم. في فرق كبير بأنك أنت تقرأ بالتجويد بأحكام التجويد يعني، وبين أن تقرأ من غير أحكام تجويد. وأسيادنا أصحاب الطبقة الوسطى دول اللي هو مصطفى إسماعيل وحمد الزامل والضمنهوري وكذا إلى آخره، هم اللي نشروا هذا الحال. وكان بقى ال 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 الرجل البطل الخفي كان الشيخ عامر بن عثمان. الشيخ عامر بن عثمان حصلت له مشاكل في الحنجرة، وكان يتعالج عنده الدكتور حندوسة الله يرحمه، كان بتاع المسالك الصوتية، لكن صوته اتحاش، ما كانش كان عالم كبير بقى خالص خالص، يعني زي محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري يعني شمس القراء، إنما ما كانش يقرأ لأنه صوته يعني كان فيه وقفة، فيه وقفة، يعني مثلا يقول إيه مثلا، والحاء هنا محلها الترقيق، واخد بالك، فينحبس الصوت عند نفس معين، فما ينفعش يتصدر للقراء. وكل القراء تلامذته، كل القراء تلامذته، يعني ما ينفعش ان احنا نقول انه ده خارج دولة القراء، ده شيخ المقارب، الاب الروحي يعني. الاب الروحي. الشيخ محمود عبد الحكم بيفكرنا بجزء مهم من مدرسة التلاوة المصرية اللي احنا مسمينها دولة التلاوة.